اليوم كل هالمنظومة هي لدعم رواد ورائدات الأعمال بتوجيه القيادة الرشيدة لهالقطاع للنهوض فيه بشكل كبير. اليوم الحمد لله لن تجد دعم موجه متخصص لهالشريحة المهمة من رواد ورائدات الأعمال بجميع الشرائح، منشآت ناشئة أو صغيرة أو متوسط لها برامج متخصصة. اليوم منشآت ركزت على أن تصل جميع هالبرامج لرواد ورائدات الأعمال. كذلك يمكن من الأشياء المختلفة هذه السنة في أسبوع التمويل كذلك هو ديمو دي وربط المستثمرين برواد ورائدات الأعمال، وهذه الدعوة لهم للاستفادة من هذا الأسبوع ومن هالخبرات المتواجدة.